ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق في خيمة أبناء ندعوها لنقابلكم بالأشواق في خيمة أبناء ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من ليالي خيمة أبها الدعوية التاسعة. ونبدأ بشكر الرعاة لهذه الخيمة، شكرا رعاة خيمة أبها الدعوية التاسعة. كارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق في خيمة أبناء ندعوكم لنقابلكم بالأشواق في خيمة أبناء ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. يجمعنا حب وتصافي والخير إلينا ينساق، يجمعنا حب وتصافي والخير إلينا ينساق. فهنا علم وهنا أدب، فهنا علم وهنا أدب، شعت كالعقد البراق، شعت كالعقد البراق. ترفعنا فوق الآفاق في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. ودروس تنطق بالحسنى ورياضة جسم وسباق، ودروس تنطق بالحسنى. أيها الأحباب، نسعد في هذه الليلة المباركة بأن نستضيف قامتين من قامات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في المنطقة وفي برامج عالمية أخرى من أفنوا حياتهم في تقديم هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. معنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عش المالكي، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها، ومعنا كذلك فضيلة الشيخ الدكتور غرام الشهري، استشاري الجراحة العامة في مستشفى عسير بالمنطقة الجنوبية. حياكم الله أهلا وسهلا. حياكم الله. أيها الأحبة، منذ أن بزغت شمس الإسلام كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة، الكلمة الخالدة. وبما أن كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى جاء إلى قومه بمعجزة من جنس ما برعوا به، فقد كانت معجزته صلى الله عليه وسلم معجزة إلى قومه من جنس ما برعوا به، ألا وهو القرآن الكريم. لم يقله صلى الله عليه وسلم ولم يخلقه، إنما كان وحيا من عند الله. معجزة العرب هي الكلمة، والكلمة جزء من اللغة، واللغة هي الهوية. اللغة ما يعبر به الناس لبعضهم وما يتواصل به الناس لبعضهم، واللغة مفتاح القلوب. ومن هذا المنطلق، بما أن اللغة هي مفتاح القلوب، يسرنا في هذه الليلة أن نتحدث عن توظيف هذه اللغة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولعلنا نتحدث بشكل أدق عن اللغة الإنجليزية وأثرها وتوظيفها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يقوم به إخواننا في المكتب التعاوني لدعوة الجاليات في أبها من برامج تؤدي وأدت بفضل الله تبارك وتعالى إلى نشر دين الله على نطاق واسع. ولكن دعونا نبدأ بسؤالنا لفضيلة الشيخ عبد الله، الله يحفظه، عن أثر اللغة الإنجليزية وتعلمها في تدعيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور سعيد الصرف على هذا التقديم وهذا الإطراء الذي لا أستحقه، ولكن أبت
شهامته وكرامته إلا أن يقول ما قال، فجزاه الله عني خير الجزاء. عندما نتكلم عن لغة أو أي لغة، نجد أن تعلم اللغة قد يكون من أوسع أبواب الأجر إذا وظفت هذه اللغة لما يرضي الله وخدمة الإسلام ونشر هذا الدين، وقد تكون من أوسع وأخطر أبواب التغريب عن الشخصية الإسلامية والذات الإسلامي. والذي يحدد هذا أو ذاك هو توجه ونية الدارس لهذه اللغة. قد تكون النية في جهة معينة، ولكن لا يمنع أن تتغير هذه النية. بمعنى آخر، أن قد يبدأ الإنسان لدراسة لغة، وفي هذه الحالة نتكلم عن اللغة الإنجليزية، لا لتميز فيها، فقد درسنا تاريخها، ولكن انتشرت لظروف معينة، ظروف اقتصادية وظروف احتلالية أيام الفترة أو الاحتلال البريطاني. ومن يتعمق في هذه اللغة يجد أنها لغة مرت بثلاث مراحل، بل أن أصحاب اللغة في عندما يقرؤون كتب فيما يسمى ميدل إنجليش، مرحلة اللغة الإنجليزية الوسطى، يحتاجون إلى معجم وقاموس لكي يفهموا لغتهم. وهذا يقودني إلى المقارنة مع البعد الكبير بين الثرى والثريا. اللغة العربية العظيمة التي في القرن الحادي عشر الميلادي، الذي لم يكن يتكلم اللغة العربية لا يعدونه في أوروبا مثقف، بل كانوا يرسلون أبنائهم وبناتهم إلى جامعة قرطبة في الأندلس لكي يدرسوا اللغة العربية ويصلوا إلى مصاف مثقف. فاللغة إلا أن انتشرت للأسباب التي ذكرتها لكم. فنعود إلى السؤال الأول، يدرس الإنسان ذكرا أو أنثى هذه اللغة ويتوجه بالتوجه الذي وفق الله إليه، يدرسها لكي يستخدم هذا اللسان ليوصل حقائق، وهي حقائق الحياة بمعنى الإسلام، إلى ناس لا يستهان بعددهم، بل هي لغة الطيران، هي لغة التجارة، لغة منتشرة. فلا بد أن نصل هذه الحقيقة، حقيقة الإسلام، إلى من يتحدث هذه اللغة. أما الجانب الثاني، ونعوذ بالله من التوجه للجانب الثاني، أن الإنسان يتعلم هذه اللغة لكي يشعر بالعلو أو الطبقية أو للتشدق بهذه اللغة أو لنشر ثقافة هذه اللغة. لأن كما تعلمون، عندما نعرف الثقافة، من ضمن مكونات الثقافة اللغة، فاللغة تحمل أفكار وتحمل معتقدات. فإذا كان دارس اللغة ليس على دراية بما تحمله خبايا اللغة من هذه الأمور، قد يجد نفسه أنه قد فقد ذاته الإسلامية وشخصيته الإسلامية، وأصبح منبهرا بحضارة أو ثقافة اللغة أو أهل اللغة التي يتعلمها. جزاك الله خير. لعلي أذكر بعض المواقف التي مرت علينا في وقت الدراسة خارج هذا البلد المبارك. في يوم من الأيام في أحد المساجد جاء رجل لا يتكلم اللغة العربية، وهو في المسجد مسلم من بلد عربي يصلي، ولد في هذا البلد، وبعد الصلاة جاء إلى أحد الإخوان وقال له: هل لديك 5 دقائق؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أريدك أن تجلس معي وتعلمني أي شيء عن الإسلام، أنا لا أعرف شيء عن الإسلام. لماذا جلس معه؟ لأنه توسم فيه الخير أنه يتقن ولو شيء بسيط من اللغة الإنجليزية. هذا الموقف يجعل كل من يعرف شيء عن اللغة الإنجليزية يحمل هم عظيم. اللغة ليست ترف كما قال شيخنا، اللغة ليست نوع من الثقافة العالية التي يحملها الناس كما يحصل اليوم، هي مسؤولية على عاتقك يوم تلقى الله تبارك وتعالى. سؤالي للدكتور غرام الله يحفظه، من خلال هذه القصص الكثيرة ومن خلال تتبع مثل هذه الأمثلة في العالم، أين تجد شبابنا في وضع أنفسهم في سياق هذا الاهتمام العالمي باللغة الموجهة؟ وعندما أقول اللغة الموجهة، هي اللغة التي تخدم أهداف،
وما أعظم أهدافنا هذا اليوم، وما أعظم المسؤولية التي علينا لخدمة هذه الأهداف. نحن نعيش حقيقة في فترة ذهبية من ناحية الدعوة، يعني قد تكون هي هذه ثالث فرصة أمام الأمة الإسلامية لنشر الإسلام. الفرصة الأولى كانت في القرن الأول الهجري، ثم كانت الفرصة الثانية أيام سليمان القانوني وفي العصور الوسطى في أوروبا، ثم هذه الآن نحن نعيش الفرصة الثالثة حينما انفتح العالم على بعض وأصبح مثل القرية الواحدة. يوجد مثلا الآن حققنا نتائج 100,000 بريطاني يدخلون الإسلام سنويا، هذه أعداد منهم ليست من يعني الذي أحصاها الدعاء، وإنما هم يتكلمون عن هذا الشيء. يمكن دكتور عبد الله أبو هشي أبو البراء يتذكر في الكم شهر الماضية حينما صارت مشكلة في فرنسا تشارلي إبدو مثلا، كيف جاءنا هجمة على مكتب دعوة الجاليات في أبها، مشروع مدى الذي تبناه الدكتور عبد الله أبو هشي جزاه الله خير، طلبات مهولة من فرنسيين وفرنسيات يسألون عن الإسلام، ثم رسائل لهم تعلن اعتناقهم لهذا الدين. حقيقة طريقتنا في الوصول حتى إلى الفرنسيين يا دكتور سعيد هي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية طبعا هي درجات، منها theological language اللي هي اللغة الدينية عميقة شوية، في لغة عادية، في لغة أبسط، أي من هذه مفيد جدا لنشر الإسلام. جزاكم خير. أتذكر أيها الأحبة، ولعل هذا يمكن من الأسرار التي شيخنا الدكتور عبد الله الله يحفظه يعني كان يطلعنا عليها في بدايات الكلية، في بداية كلية اللغات والترجمة في السنة الأولى، كان يدرسنا الدكتور عبد الله الله يحفظه، ومن ضمن كان يركز على قضيتين، قضية ذكرها الآن بشكل سريع وقضية سأذكرها لكم. القضية الأولى التي كان يذكرها وهي قضية لماذا تدرس اللغة الإنجليزية، وأنا أريد حقيقة من يعني الإخوان جميعا، من يرى الإخوان والأخوات، اسأل نفسك سؤال، لماذا الاهتمام بهذه اللغة ولماذا هذه اللغة بالذات؟ هل لأنها الأوسع والأكثر انتشارا الآن؟ لا، لأن اللغة الصينية الآن الكانتونيز والماندنير أكثر انتشارا من اللغة الإنجليزية أو متحدثين أكثر. هل لأنها اللغة الأقوى؟ هل لأنها لغة العلم والثقافة؟ اسأل نفسك لماذا تدرس هذه اللغة. كان يقولنا حفظه الله أنها اللغة التي يفتح الله عليك بها لتدخل هذا النور الإلهي إلى قلوب الناس. إن لم تكن هذه نيتك فاعلم أن نيتك يعني فيها شك. هذا الأمر الأول اللي كان يركز عليه. والأمر الثاني وهو ما يسمى بالجرين بوكس، وأنا أريد من الشيخ أن يخبر الأخوان ما هو الصندوق الأخضر. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير دكتور سعيد، أعطت لي ذكريات عزيزة على النفس بالتحدث عن الصندوق الأخضر بالجرين بوكس. والله هذا حاجة جديدة علينا. حتى لم أخبر الدكتور غرامة بموضوع الصندوق الأخضر. إن شاء الله سبحانه وتعالى أنك تجد بين طلاب جامعة الملك خالد والجامعات عامة في المملكة العربية السعودية الحرص على الدعوة، ولكن لابد من الوسائل والأدوات، ومن ضمن الأدوات المصطلحات، لا أقول الإسلامية وإنما الدينية. فوفق الله بعد جهد استمر إلى 6 سنوات متواصلة مع أخ عزيز، نسأل الله أن يشفيه ويمن عليه بالعافية، فضيلة الدكتور عبد اللطيف شيخ إبراهيم، بعد جهد جهيد أعان الله سبحانه وتعالى على تأليف معجم المصطلحات الدينية، وهو في الحقيقة قاموسين في قاموس أو معجمين في معجم، فهو اللغة من العربية إلى الإنجليزية للجهة اليمنى، ومن اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الجهة اليسرى، فضمن قاموسين في قاموس، لأنه وجدنا أن الطالب عنده الحماس للدعوة إلى الدين، لكن ينقصه الأدوات، ينقصه المفردات المصطلحات الدينية وليس فقط الإسلامية لكي يدعو. فالحمد لله تم
تأليف هذا المعجم، والحمد لله نشر في مكتبة العبيكان، وهذه هي الطبعة الخامسة، وانتشر انتشار نسأل الله أن ينفع به ويتقبل ويحسن نياته. فرأيت أن من واجبي الذي يسألني الله عنه أن نقدم لأبناء الطلاب الأعزاء مفردات دينية تعطيهم وتؤهلهم بأنهم يصلون إلى المستوى النهائي، وصار عندهم حصيلة من هذه المفردات الدينية التي تعينهم على ما نتوقعه منهم، ألا وهي الدعوة لهذا الدين. فكنت في كل محاضرة تقريبا أعطي 5 مفردات من هذا الصندوق الأخضر، وسميته أخضر لأن وقتها كانت الطبعة لونها الخضراء. سبحان محيي الأمور تغير. الحمد لله. ما شاء الله. الله ينفع بك يا شيخ، جزاك خير. أنا أريد حقيقة أن أقول كلمة للإخوان والأخوات، بالذات الشباب والشابات. إذا كنت تعتقد أن ليس لك دور في هذه اللغة وتعلمها ونشر دين الله سبحانه وتعالى بها، فأنت مخطئ. الناس تبحث، والله يا شباب ويا فتيات ويا إخوان، أبنائنا وبناتنا، الأمة عطشة، الناس عطشة إلى هذا التوجه، الناس يرجون من يأخذ بأيديهم. وبعض المواقف السريعة التي أذكرها خلال أيام الدراسة في الجامعات الغربية، في إحدى الجامعات نظمنا أسبوع اسمه الأسبوع الإرشاد الأكاديمي، تنظمه الجامعة لكل الأديان، فكان الأسبوع الذي يتكلم عن الإسلام. فجاء ناس من كل مكان، وأذكر موقفين لا أنساها. جاءت امرأة إلى أحد الإخوان ووقفت على استحياء على بعد، هي غير مسلمة، ثم يعني حاول يغريها بشيء من الحلوى والكتب التي كانت موجودة، فقالت لا أريد هذا، لكن أسأل عن رجل رائع اسمه محمد. الله أكبر. هل تعرفون محمد؟ اللهم صل. هي ليست مسلمة، صلى الله على محمد. فقال نعم نحن المسلمين وهذا نبينا وكذا. فأخذت بعض الكتب والسيديهات الخاصة بهذا، ثم انصرفت تقول أريد أن أقرأ، لا أريد أن آكل ولا شيء. وفي هذا الموقف أعلننا أنه سيكون هناك صيام للإخوان المسلمين، صيام كان وافق يوم 2، فقلنا للشباب المسلمين في الجامعة سيكون هناك صيام، فسألوا ما معنى كلمة الصيام، فقلنا الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب، والجماع من الفجر إلى المغرب بنية الصوم والتعبد لله. ففوجئنا اليوم الثاني وإذا في 23 واحد غير مسلم صائمين معنا. الله. أي والله. وامتنعوا عن الأكل والشرب إلى صلاة المغرب، هم غير مسلمين، لكن مشاركة، الأم متعطشة. وهذا ينطلق في كل مناحي الحياة، الطبية والصناعية والتجارية وكل مناحي الحياة. وعندما نتحدث عن الأمور العظيمة في حياة البشر مثل النواحي الطبية، تجد أن لهذه اللغة دور عظيم في نشر دعوة الله تبارك وتعالى. وأصبح الأطباء هم من ينشرون هذا الدين مع كثرة شغلهم ومع كثرة عملهم ومع دقة تركيزهم. ولعل شيخنا فضيلة الدكتور غرامة يحدثنا عن هذا الأمر. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله القصص كثيرة وجميلة جدا. مثلا في أحد غرف البالتوك دخلت على غرفة ملحدين، ملاحدة كلهم، بعضهم يتكلم اللغة الإنجليزية وبعضهم يتكلم اللغة العربية، ولأن الحضور من اللغة العربية أنا بحولها إلى لغة عربية يعني يسار في النقاش. فأحدهم قال كيف تثبت أن القرآن هو كلام الله ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا، مثلا من بعض الأدوات اللي نستخدمها في الإثبات هو الإعجاز العلمي، أن هناك أشياء في القرآن الكريم ثبتت علميا الآن ما كانوا يعرفونها سابقا، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها من عند الله سبحانه وتعالى. قال مثل ماذا؟ قلت مثل أن الجنين يتخلق في أطوار. قال أنا مرت علي هذه الآية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. قال أنا بحثت في المعجم وجدت أن الطور قد يعني جبل، فأنا لن أقبل منك أن الطور يعني مرحلة، لا، قد يكون يعني جبل، وأنتم اللي تبغون إيش تتعسفون المعاني. قلت طيب ماذا تقول في يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3؟ قال لي طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. ف
تفضل. قال هل الإنسان آدم فيه لما خلق الله فيه سيليكون، عنصر السيليكون؟ لا، عنصر السيليكون لا يوجد في البشر، عنصر السيليكون. قال طيب التراب مليان عنصر سيليكون والبشر خلقوا من التراب، أين ذهب عنصر السيليكون؟ يعني يتذاكى وكذا. فقلت له أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنه خلق آدم من كل التراب، قال هذا دليل. قلت من سلالة من طين، استله سلالة، وقال لك أن الذي استل هو خبير عليم لا تغيب عنه شيء، حكيم ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة ولا حبة خردل، وقال لك أنه استله سلالة. أما تطمئن إلى هذا الكلام أنه يعرف أن السيليكون كيف يفصل السيليكون عن بقية التراب؟ قال طيب أنا بجيبها لك من جهة ثانية، تفضل. قال طيب آدم فيه كربون، عنصر الكربون؟ طبعا مليان كربون، عنصر الكربون عنصر عضوي، كل المكونات العضوية من الكربون. قال طيب هل كل التراب فيه كربون؟ قلت لا. قال إذا من فين جاء الكربون؟ المفروض يقول من الطين وأخذ زاد عليه كربون. قلت لا، الآيات القرآن الكريم لو تمعنتها تقول أنه أخذه من النوع الذي يوجد فيه كربون. قال كيف؟ قلت من صلصال من حمأ مسنون. مسنون يعني ذو رائحة. التراب الذي ليس عليه مواد عضوية، ليس عليه كربون، ليس ذو رائحة، أنما ذو الرائحة المسنون اللي فيه سنة، هذا هو الذي فيه كربون. قال طيب أنا يعني أحرج أمام الزملاء، لأن غرفة البالتوك مليانة من الملاحدة. فقال أنتم دائما يعني تفتخرون أن علم الأجنة يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت هذا ليس كلامي أنا كمسلم، أنا لا أحتاج إلى هذا الكلام، أنا عارف، لكن إيش رأيك إن أبو علم الأجنة في العالم اسمه كيث مور هو الذي يقول هذا الكلام، وهو غير مسلم، هو الذي يقول أن علم الأجنة الذي اكتشفناه لا يمكن أن يكون يعرفه محمد إلا إذا كان يوحى إليه. قال أنا أعتبر كيث مور منافق ولا أخذ كلامه. ليه؟ قال لماذا لم يسلم هو؟ طبعا أظنها أسلم الآن، ما أدري والله، كيث مور، لكن ذاك الوقت لما سار النقاش ما كان مسلم. قال هذا منافق، لو أنه أسلم كان معناته أنه يعني كلامه يوافق أفعاله، وأنا النوعية هذه من البشر أنا ما أسمع كلامها. هو كان يناقشني ويكح، يعني مصاب بالتهاب في الصدر وكذا، فعرفت أنا أنه من التدخين يعني. طيب التدخين ضار؟ قال طبعا العالم كلهم يعرفون التدخين ضار. طيب ليش تدخن؟ أليس هذا في تناقض بين كلامك وبين عملك؟ كيث مور يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، كما كانت قريش تعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ويعرفون أنه يوحى إليه. وأبو جهل معروف قصته في بدر، لما قال لما سأل واحد قال يعني محمد نبي ولا لا؟ قال طبعا، وهل يكذب محمد؟ لكن احنا تنافسنا مع بني هاشم والآن جو قالوا منا نبي، هذه ما نقدر عليها. يعني هذه بعض يا دكتور سعيد، هذه بعض فوائد إتقان اللغة الإنجليزية في الدعوة، وكيف تستطيع أنك تترجم معاني القرآن الكريم ثم تتواصل معهم ثم تقنعهم. طبعا احنا وجدنا نجاح كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مشروع الدكتور عبد الله اللي هو مدى، اللي هو مشروع الدعوة الإلكترونية. نعم، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله بعد قليل. سيأتي الحديث عن هذا المشروع، يمكن أغلبنا لا يعرف ماذا تعني كلمة مدى أو ما هو هذا المشروع، لكن سيأتي الحديث عنه بعد قليل بإذن الله. دكتور عبد الله، بما أنك كنت عميد كلية اللغات والترجمة لفترة طويلة، اللغة الإنجليزية والمبتعثين، اللغة والابتعاث،
كنا في بلد البعثة يعني نعاني من تعلم اللغة الإنجليزية ومن إتقانها، ويأتي بعض الشباب بعض الحماس إلى أن يدعو إلى الله بهذه اللغة. هل هناك ضوابط للحديث باللغة الإنجليزية في الدعوة؟ سؤال وجيه جدا ومهم، لأن إخوة قد نتكلم عن أي علم من العلوم، ولكن عندما نتكلم عن الدين لابد أن نزن كل كلمة وكل مصطلح نقوله، لأن قد نفهم خطأ، وهذا الشخص الذي يريد أن يعرف الإسلام لا تصل إلى المفردة الحقيقية المناسبة، فيبني عليها كثير من الانطباعات وقد تتحول إلى معتقدات. فأوافق مع فضيلة الدكتور سعيد أن هنالك ضوابط مهمة جدا فيما يتعلق ببعض المفردات، إلى درجة أن بعض المفردات الدينية في اللغة العربية لا تجد ما يقابلها في اللغة الإنجليزية، مثل كلمة الزكاة. كلمة الزكاة لا تستطيع أن تقول ألمز، ألمز يعني صدق، صدقة غير زكاة، ولا شارتي. ووجدنا في هذا المعجم أن أقرب مصطلح ربما يقرب مفهوم كلمة الزكاة هو بور ديو، حق الفقير، لأنها ليست صدقة. فلا بد أن يكون الدارس سواء في الخارج وبالتحديد في الخارج أن يكون على دراية إلى قدر معين بالمفردات الدينية، ولا يمنع أن يعود إلى المعاجم لكي يتأكد من الترجمة لمفهوم معين يريد أن يوصله لهذا الشخص الذي يريد أن يدعوه إلى الإسلام. جزاك الله خير. وكما أسلف الدكتور غرامة، وهي قضية أن اللغة الإنجليزية مستويات ومراحل، وليست كلها في نفس الفئة ولا في نفس المستوى. يعني إتماما لكلام فضيلة الشيخ عبد الله يحفظه، في أحد الأبحاث ونحن في فترة الماجستير وقعنا على معضلة في قضية ترجمة معاني القرآن الكريم، ما لا يمكن ترجمته، وكان من ضمن الأمثلة كلمة القدر في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فماذا يمكن أن تترجم كلمة القدر، لا سيما إذا عرفت أنه حتى في اللغة العربية لا يوجد كلمة مرادفة للقدر؟ يعني أفضل كلمة ممكن تقربها للناس وإن كانت خطأ اللي هي قضية ليلة 27، وهي خطأ أن تكون أن يطلق عليها ليلة القدر بشكل حتمي. فما بالك ببعض المعاني العظيمة في القرآن عندما يقول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، كيف تترجم عسعسة الليل؟ إذا السماء انشقت، الكنس، عندما يقول الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قد يكون المعنى موجود في اللغة الأخرى في المقابل، وأحد الطلاب اللي درسوا عندنا موجود أمامي الآن لعله يتذكر بعض المعاني. المعاني موجودة، لكن من يستطيع أن يحمل المعنى فيسقط على ما في اللغة الأخرى؟ وهذا أمر مهم جدا. ولهذا تعجبني كلمة جميلة جدا لأحد الدعاء، سأل الله أن يحفظه ويفتح عليه، وأنا أعلم أنه يتحدث اللغة الإنجليزية ودرسها لفترة طويلة بطلاقة، فعندما قلت له يا شيخ، وهو من الدعاء المشهورين في العالم العربي، أسأل الله أن ينفع بجهودهم، لماذا لا تدعو إلى الله باللغة الإنجليزية؟ فقال كلمة عجيبة، قال تلك اللغة التي أتكلم بها أوقع بها عن الله، فإذا أصبحت لغة الإنجليزية كالتي أحملها في العربي أستطيع أن أتكلم بهذه اللغة. هذا احترام الكلمة واحترام الأمانة التي ألقاها الله تبارك وتعالى على عاتقنا. وكان صلى الله عليه وسلم يعجب بالكلمة وبلاغتها وجمالها، وكان يقول إن من البيان لسحرة. أي نعم. دكتور غرام الله يحفظك، ذكرت في معرض حديثك كلمة مدى، فلعلك أنت والدكتور عبد الله تتعاونون على هذا المشروع الضخم وتبينون. جزاك الله خير. تفضل يا دكتور. أما مشروع مدى ومفهومه سأتركه للدكتور غرام جزاه الله خير، فهو يعرف عنه أكثر مني. ولكن طالما إن هذا اللقاء المبارك ينطلق تحت مسمى آفاق دعوية، فأريد أن أوصل حقيقة أن هذا المكتب، المكتب التعاوني للدعوة للشريعة الجيرة بأبها بإداراتها المختلفة، وبالأخص عندما نتكلم عن الدعوة نتكلم عن مشاريع نوعية ومن ضمنها مدى. فمثلا من المشاريع الدعوية الحمد لله التي نفع الله بها كثير، مشروع كان أمنية وأصبح حقيقة، وهو تأهيل الداعيات.
فأصبح الحمد لله يقدم لهم مشروع على مدى سنتين أو أكثر، والحمد لله أظن تخرجت 3 أو 4 دفع إلى الآن، وهذا المشروع تحت إدارة الإدارة النسائية بتوجيه جزاه الله خير الدكتور محمد آل عارم. المشروع الثاني القوافل الدعوية، وهذا يندرج تحت إدارة الدعوة والإرشاد. شريحة من الشباب زلت بهم القدم، نسأل الله أن يهدينا وياهم جميعا، فمن لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا القوافل الدعوية، إخوة نظروا أنفسهم ووقتهم وجهدهم ليستنقذوا بعض الإخوة الذين يعني تجاوزوا بعض الأمور، والله المستعان كلنا خطأ، فأصبحوا يذهبون إلى أماكن تجمع هؤلاء الشباب ويدعونهم إلى الحياة، بمعنى الحياة إلى الاستقامة، والاستقامة هي السعادة. وأبشركم أن ممن كان على الأرصفة هنا وهناك أصبح الآن قائدا ورائدا في هذه البرامج، برامج القوافل الدعوية. نأتي أيضا إلى برنامج في ومهم جدا يندرج تحت إدارة دعوة وتوعية الجاليات، فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة تم الاستفادة من مجموعة من الدعاة من خريجين الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بلغات مختلفة، وأصبحت تعطى الدروس الأسبوعية إذا لم تكن اليومية لمختلف الجاليات بمختلف لغاتهم، وتقدم هذه الدروس يوم الجمعة، والسبب إن يوم الجمعة هو يوم الإجازة لهذه الشريحة من الجاليات، فتقدم لهم الدروس ويقدم لهم الإسلام، وعدد كبير منهم أسلم، تجاوز 6,000 شخص يمثلون 33 دولة، وترتب لهم رحلات العمرة والحج وما شابه، وناشط أيضا كثيرة، لكن ربما على أساس الوقت أننا نكتفي في بعض هذه الأمور. أما الآن نصل إلى مدى، وأحيلكم على مني الدكتور غرامة. الله يجزيك خير. مدى هو مشروع الدعوة الإلكترونية، وهذا الذي تبناه الدكتور عبد الله أبو عشية أبو البراء جزاه الله خير. مكتب صغير وفي عدد موظفين قليل، ويعاني من مشاكل مادية، لكن شوف النجاحات التي حققها. 198 دولة يراسلها هذا المكتب في 27 لغة، 198 دولة 27 لغة. كيف؟ ما هي الخدمات اللي يقدمها للناس؟ أي إنسان في أي دولة في العالم يحتاج كتب عن الإسلام دعوية، فقط يدخل على النت ويكتب إسلام أنفيلد، ومن هناك يدخل على الموقع ويطلب، يقول أنا أبغى كتب عن الإسلام دعوية. في خلال أيام قليلة حتى أذهلت الناس، يكون الطرد البريدي وصل، والطرد البريدي الذي يصل فيه كتب مميزة لا تجدها في أي مكان آخر، حتى في المكاتب الدعوية الأخرى غير موجودة، مثل هذا الكتاب Misguided، يعني الذين وجدوا الله والذين فقدوا الله. الكاميرا تأتي على الكتاب. Misguided الذين فقدوا الله، وGuided الذين وجدوا الله. هذين الكتابين ترجمت إلى 8 لغات الآن يا أبو ثمان. ثمان لغات إلى الآن ترجمت. من الذي ترجمها؟ يعني تحت إشراف الدكتور عبد الله. ومن هو المؤلف؟ أمريكي مسلم داعية، قصة إسلامه فتح للإسلام، ثم دخل وألف لبني جلدته وللناس، لكان ملحد حتى نصراني بعدين ملحد، فكتب لهم يعني كتب يدعوهم فيها، حتى أن قال بعض الدعاة الأمريكان لما قرأوها قالوا إيش هذا، هذه لو قرأها الشيطان أسلم. طبعا نحن نعرف أن الشيطان لن يسلم، هو رجيم، لكن يعني استخدمنا هذا كمثال ليوضح فكرة. ولا طبعا فيوجد في مكتب دعوة الجاليات في أبها في مدى يوجد كتب كثيرة غير هذه الكتابين، غير موجودة في أي مكان آخر.
ونراسل 198 دولة 195 للتصحيح. ثم تأتي النتائج. أنتوا يا إخوة لو تشوفون بس تقرون بعض الرسائل اللي جات وكيف يدعون لهذا المكتب وكيف هداهم الله، شباب أوروبيين وأكثرهم من النساء اللي يقولون الحرية وما الحرية والنساء عندهم حرية هناك، لا أبدا، هن أتوا للإسلام لأجل أن تجد الحرية. وأنا عندي قصة، ما أدري هل الوقت مناسب أو يكفي. معنا دقائق يجد. طيب تتذكر يا دكتور أبو البراء امرأة صيدلانية من نيكاراغوا تتكلم اللغة الإنجليزية بشكل جيد ومع أن لغتها إسبانية، وسبحان الله أصبحت تلبس الحجاب وهي نصرانية سبحان الله، وبالغطوة يعني قالت أنا وجدت هذا لمصلحتي الشخصية، ليس تدينا ولا شيء لك، لمصلحتي أنا الآن أشعر بحرية. تقول عيون الرجال وعيون الناس والمجرمين قيدتني، ما أستطيع أتحرك، ما أستطيع أروح، ما أستطيع أجي، الآن لا أنا حرة. تقول جاءت إلى مكتب مدى عند الدكتور أبو البراء فطلبني أني أناقشها وهي كامل حجابها حقيقة ومعها زوجها مسلم. فتقول أن القرآن محرف وأن التوراة والإنجيل غير محرفة، ولهذا أنتم المسلمين عندكم أخطاء شنيعة لأن القرآن محرف. قلت لها طيب نتفق على أشياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول تعالوا إلى كلمة سواء. كيف ترين علم الله؟ الله كيف علمه؟ قالت يعلم كل شيء. قلت كيف يعني؟ قالت يعرف دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. قلت إذا اتفقنا الآن إحنا بيننا قاسم مشترك كبير. فقلت لها طيب لو قلت لك أن القرآن دائما يقول هذه المعلومات بينما التوراة والإنجيل تنفي هذه المعلومة، قالت مستحيل. قلت هذا يغني عنك يدخلك في الإسلام؟ قالت اثبت لي أنا جيت للحقيقة. قلت لها طيب اقرأي في التوراة في الجينيسيس اللي هو أول سفر من أسفارهم. القصة تقول التوراتية تقول أن الله نزل من السماء فوجد يعقوب عليه السلام فتصارع مع يعقوب، الله يتصارع مع يعقوب فانتصر يعقوب على الله وقال أطلقني يا يعقوب لأنه لا ينبغي أن يطلع الفجر ويراني البشر، قال والله لا أطلقك حتى تعطيني وتباركني وتبارك أبنائي، قال مبارك أنت يا يعقوب واسمك من الآن إسرائيل، أي معناه الذي أسر الله وغلبه. طبعا إسرائيل عندنا في اللغة العربية يعني عبد الله. هم حرفوا، شوف التحريف كيف. قالت مستحيل أن تكون هذه القصة في التوراة، أخذنا التوراة باللغة الإنجليزية وعطيناها، قالت لا، قفلتها، أخذت اللغة الإسبانية قفلتها، فوجئت، لأنهم يأخذون دينهم من علمائهم ما يأخذونها من الكتب، فوجئت هي بهذا الكلام مو معقول. فأخذت اللابتوب واتصلت على أهلها قالت أبغى موعد آخر، كلمت أبوها وأمها قالت في قصة مرعبة يعني لا يمكن تصديقها في التوراة إن يعقوب هزم الله كيف. فقالوا لها القسيس، كلم القسيس، كلمت القسيس قال لها القسيس لا أنا المشكلة هذه محلولة سهلة جدا، أول شيء أنت بس آمني بالله وبالروح القدس وبعيسى. قالت أنا مؤمنة. قال مؤمنة خلاص؟ قالت إيوه. قال إذا خلاص لا تسألين أنا هذه الأشياء التافهة، الإيمان يكفي. قالت عندك شيء آخر غير الكلام هذا والضحك على العقول؟ قال لا أنا ما أضحك على العقل، هذا كلام عقل. قالت لا. جاتنا الأسبوع اللي بعده قالت يعني هي قصة واحدة ممكن يعني صار فيها خطأ ممكن، وانتم حتى عندكم احاديث منكرة وضعيفة. قلت لها طيب ايش رايك اقرأي هذا النص ان الله قال لموسى اذهب الى بني اسرائيل قال اسمع ايها السيد الرب ارسل بيد من ترسل انا لن اذهب اختر رجلا اخر، يعني كأن الله لا يعلم اين يضع رسالته. فغضب الله على موسى ونزل من السماوات ليقتل موسى، فلما اقترب منه
انتبهت زوجة موسى اسمها صفورة فأخذت قطعة حجر صوان فقطعت به يعني ختنت به ابنها المولود ووضعت الدم على قدميه. الضمير يعود على من؟ علماءهم لا يعرفون، يقول أحي بعض علماءهم يقولون على قدمي الله، بعضهم على قدمي موسى، وبعضهم يقول على قدمي الولد. فارتعب، ولما شم رائحة الدم رائحة الختان سر وذهب الغضب عن الله وسامح موسى. سوت نفس الحركات، أخذت الكتاب هذا بعد الكتاب ذا، بعدين اتصلت على أهلها، كلمها القسيس، أنت آمني، قالت عندك كلام غير هذا؟ أريد شيء عقلاني. قال لا ماذا. بعدين جاتنا المرة الثالثة أن لوط زنى بابنتيه وحملتها، وجالهم ولدين، ولد اسمه عمان ولد اسمه مؤاب، يعني جنوب، يعني أولاد، يعني يبغوا يقولون أن الأردنيين الموجودين الآن هم أبناء لوط لكنهم من زنا الشمال والجنوب. قلت لها من هذا تحريف ولا ليس تحريف؟ قالت هذا تحريف. قلت من الذي قام بالتحريف؟ قالت يستفيدون منه، يشترون به ثمنا قليلا. قلت كيف؟ قالت لأن جدهم يعقوب يبغون يقولون أنه أقوى من الله، وأن الختان من سننهم، يبغون يقولون أن الختان هذا يرضي الله بشكل كبير، ويبغون يقولون أن العرب ومن ضمنهم الأردنيين جيرانهم إيش أبناء زنا. استخدام اللغة الإنجليزية دكتور سعيد والنقاش مع أهلها، طبعا أسلمت وحسن إسلامها، والله يا دكتور سعيد لو تسمع كلامها لما أسلمت ذاك اليوم بكت وأبكتنا. أعود إلى مدى مشروع مدى هذا، والإخوة اللي يستمعون معنا الحضور هنا في الخيمة والمشاهدين في القنوات الفضائية، يعاني فقط من مشكلة واحدة فقط، المشكلة المادية. وهني وحظ من يستطيع أن يتبرع لهذا المشروع وهو جالس في بيته ويدخل الإسلام على يديه وناس كثير. أيضا مشروع هذه الخيمة المباركة أيضا عليهم مديونية كبيرة جدا، ونريد أن نستمر فيها السنوات القادمة. أيضا مشروع آخر اللي هو مشروع التعريف بالإسلام، إذا بقي وقتك تكلمنا عنه. جزاك الله خير. كما قلت لكم قامات هذه الليلة عظيمة وهم كنوز مخبأة حقيقة، كل منهم عنده مشروع. هذا المشروع مدى يحتاج إلى أيام وأيام طويلة للحديث عنه، والرسائل التي تصل إلى الناس من خلال هذا المشروع والله زي ما ذكر الدكتور أنها تبكي العين. وناس تبحث عن الحقيقة، وناس جادة في طلب دين الله، وكل ما يريدون نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وكتاب أو كتابين. وأبشركم أنهم غطوا أغلب دول الأرض ولله الحمد، إنما المال عصب الحياة لهذا المشروع ولهذه الخيمة. وبالمناسبة وأنتم خارجين من هنا إن شاء الله في خيمة على يمينك للتبرع، أريدكم أن تدخلوا هذه الخيمة كرما لا أمرا، فقط أدخل حتى لو ما تبغى تتبرع، إنما أنظر إلى الجهود العظيمة الجبارة في إحياء مثل هذه الفعاليات الجميلة. هذه الفعاليات التي يرضى عنها الله تبارك وتعالى، أقسم بالله أن الله يذكرنا الآن بإذنه تعالى في ملأ خير من هذا الملأ، وما ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير من ملأه. تخيل أن الله يفاخر بنا أهل السماء الآن، أن الله يقول محمد وعلي ويحيى وفاطمة وعائشة جالسين يذكرونه تبارك وتعالى. فكيف إذا أسهمت؟ كيف إذا تبرعت مثل هذه الخيمة؟ كيف إذا تبرعت مثل هذه المناشط الرائعة مثل مشروع مدى؟ ولعلنا نختم بهدية ومفاجأة ويعني شيء يقدمون إخوانكم وما أكثر ما قدموا، وهي أكاديمية متخصصة في التعريف بالإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى باللغة الإنجليزية، يلقي الضوء عليها دكتور غرامة إذا تكرمت. حفظك الله. إسلام أدفوكيشن أكاديمي، يعني إسلام أكاديمية التعريف بالإسلام، هذه انبثقت من مدى، من هذا الرجل المبارك. ما شاء الله ما شاء الله. الأكاديمية هذه أنا جالس أعد لها من 20 سنة حقيقة، ووضعنا فيها محاور، 8 محاور، كيف تناقش الملحد، كيف تناقش النصراني، كيف تناقش اليهودي، الإعجاز العلمي، علم الأجنة، نشوء الكون،
أشياء من هذا القبيل هي أونلاين يا دكتور سعيد، يعني عن طريق النت، والإنسان جالس في بيته، هي عبارة عن محاضرتين في الأسبوع، نبدأ من شهر واحد القادم إن شاء الله في السنة القادمة، محاضرتين في الأسبوع، لكن بعد كل محاضرة ترى فيه اختبار عن المحاضرة عشان نشوف المتابعة. ثم بعد ما ينتهي الإنسان مثلا المرحلة الأولى هي عن الإلحاد، سوف نتكلم عن نظرية داروين وعن نشوء الكون ونرد عليها وكيف نتكلم مع الملحدين ونلزمهم بكلام العلماء والعلم ماذا يقول في هذا الكلام. حتى يصير مثلا إنسان عنده لغة إنجليزية، رجل أو امرأة من المسلمين ومتحمس للدعوة، طيب كيف أدعو ملحد أو نصراني للإسلام أو غربي؟ كيف هذه الأكاديمية تعلمه كيف يستطيع أن يدعو. نبدأ فيها من شهر واحد القادم إن شاء الله، وبقية الإعلانات عنها وتفاصيل الأمور سوف تكون في تويتر، على حسابي في تويتر إن شاء الله نعلن عنها، وأيضا عن نتائج مدى ورسائل المهتدين الجدد سوف تكون على حسابي في تويتر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما يتم الإنسان هذه الدورة أنا أضمن له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون من مفاتيح الخير، وأن لا يعجزه نقاش مع ملحد أو نصراني أو يهودي ممن يريدون الاهتداء. أما الذي يريد المماحكة ويريد العناد وهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مني ومنك يا دكتور سعيد، هل استطاع يقنع ذولا؟ هذه أمور لله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أن أفضل وقت لدخول الناس في الإسلام هو في هذا الزمن. تعلم يا دكتور سعيد كم خسرنا من المسلمين من الشهداء في العراق، وكم خسرنا في سوريا، وكم خسرنا في اليمن، وكم خسرنا في مناطق كثيرة والبوسنة والأرسك. هل تعلم أن عدد الذين دخلوا الإسلام من الأوروبيين فقط في نفس الزمن الذي فقدنا فيه شهداءنا وفي فلسطين أيضا؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المسجد الأقصى. هذا العدد الذي دخل الإسلام في نفس الفترة أكثر بكثير من شهداءنا. الأمة تنتصر، الأمة تتقدم، الأمة تزدهر، وأصبحت الدعوة ودخول الناس في الإسلام عن طريق كل الأمة. لا تقول الفئة الفلانية ولا عرب، الهنود لا، الاندونيسيين لا، الأفارقة لا، لا، الجميع، الجميع يدعو الإسلام. فكيف لو أصبحنا ندعو إلى الإسلام عن طريق معرفة وتعلم وأخذ الأدوات وأخذ الأساليب من مثل أبو البراء وغيرهم في الدعوة، وأنت أحد الأعمدة، جزاك الله خير دكتور سعيد. الله يجزيك خير. بس ملاحظة أخيرة، جزاه الله خير دكتور غرامة، تكلم عن مدى، لكن إذا نولي بس قصة أو قصتين عن ثمار مدى. نعم جزاك الله خير. لا أتجرى وأذهب إلى شرق الكرة الأرضية، فالدكتور سعيد في أستراليا وفي نيوزيلند له من القصص والتجارب الكثير، لكن إذا نولي أن أحكي لكم قصة امرأة في البرازيل، وهذه من ثمرات مدى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن عندما تأتينا رسالة تطلب الكتب ونرسل الطرد، نسجل إن مثلا رسالة من اليابان، رسالة من جزر الفيجي في المحيط الهادي، ووقتها ما جانا أي طلب للكتب من دولة البرازيل، إلا أن فوجئنا بأن تأتينا رسالة إلكترونية من امرأة تقول: كنت متأخرة عن العمل في ذلك اليوم، فاضطررت أن أخذ تاكسي إلى مقر العمل، وإلا في العادة تذهب هي عن طريق الحافلة. شوف الأقدار سبحان الله وتعالى. فتقول: عندما طلعت في التاكسي وجدت كتيب بهذا الحجم، فاستأذنت من السائق، قلت: هل ممكن أتصفح هذا الكتيب؟ قال: نعم. تصفحته ولاحظت أن هذا الكتاب ومحتواه يخاطبني مباشرة، يخاطب نفسيتي، فذهلت. وكما تعلمون أي إنسان إذا أعجب بكتاب يبدأ يبحث في الكتاب عن شيء يدله على مصدر هذا الكتاب. إن شاء الله سبحانه وتعالى إن الله وفقنا أن أي كتاب يرسل لابد أن نضع عليه ختم، وفي هذا الختم يوجد البريد الإلكتروني لمشروع مدى. فعندما أعجبت بهذا الكتاب، وعلى فكرة الكتاب هو ترجمة لمعاني القرآن الكريم بحجم الجيب،
فرأت البريد الإلكتروني وأرسلت لنا رسائل بعد ما قرأت هذا الكتاب تقول: وجدت هذا الكتاب، أريد أن أسلم، ارسلوا لي كتب عن الصلاة. ما شاء الله. السؤال الآن لازال إلى الآن السؤال غامض: كيف وصل هذه الترجمة إلى تلك السيارة، إلى ذاك التاكسي؟ لأن في هذاك الوقت لم يكن البرازيل قد دخلت من ضمن الكتب الدول التي أرسلنا إليها، إلا أنني أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الله، وجزاكم الله خير جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه وما قلتموه في هذه الليلة في ميزان حسناتكم يوم تلقون الله تبارك وتعالى. الحديث ذو شجون والحديث لا ينتهي، ولكن وقت أدركنا. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أبو عشي حفظه الله، وكذلك فضيلة الشيخ غرامة الشهري، وجزاهم الله خيرا على ما قدموا، وإلى لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبهى ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبهى ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. ضيوفنا الكرام، برامجنا مستمرة، مرة أخرى نكرر الشكر لرعاة هذه الخيمة. بالضبط ما نقول حتى نأخذ، لكن أرد لك خبر بعد شوي. رأيي أنا من ضمن الخيارات. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبهى ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبهى ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. يجمعنا حب وتصالح.